المحاولة الأولى نذكركم بالتمرين. نورمال مؤخذين بأولي سي أولي يساوي بي سي يساوي 5 سنتيمتر، أ أولي بأولي سي أولي يساوي أ بي سي يساوي 40، وأ أولي سي أولي بأولي يساوي أ سي بي، مع تأخذنا زوز زوايا وضلع. وبيصير الضلع المحصور ما بين الزوايا الزوز. دونك نأخذ الخدمة الأولى نشوف أسكن نتأكدوا متقايسين ولا وماش متقايسين مثلثات لولين. ها لا دوري الرسم اللي وصل لنا هذا موش واش متقايسين؟ لا ثم اخطاء. وين اخطاء؟ ترى هنا اخطاء في الزاويه. لاحظت كيفاش اخطاء في الزاويه ولا انا زاويه مش متقايسه؟ ماشي خاصه في الزاويه نتاع شو اسمه 60 درجه. هاي 60 درجه والاخرى معناتها عمل غلطه هنا. احنا قلنا زوج زوايا متقايسين. به ناخذ ترى مثلث اللي بعده. دونك هذا مثلث اللي بعده نشوفهم متطابقين ولا ولا نشوف الرسم هذا صحيح ولا غلط. ولا عملوا خدمة متاع الزربة نشوفوا حركة المثلثات. ها متقايسين المثلثات هنا؟ لا لا بعيد برشا بعيد برشا. وين الغلطة؟ غلطة فين الغلطة؟ أنا نشوف الغلطة يعني. تو الزاوية هذه قداش خذيتها؟ 30 ولا 60 وأخرى 40 هنا 60 60 والأخرين؟ أنا من الأخرين هي 40 40 واحدة 40 واحدة. لا ما تسمى خطأ هنا في الزاوية. نعم هي هنا عندي خطأ في الزاوية. احنا هنا حتى كان قيسوهم احنا تو على بعضهم مثلثات الزوز كخذيناه من هكا نحرك المثلث الأول. انا عملت معهم مطابق نورمال ممكن نستحاول من بوقنا فاش لازم يكونوا مطابقين. هي هنا حاولنا طلع مش قد قد لاحظنا انه ثم فرق في الزوايا. كيف كيف حتى هنا هنا بعد برشا على بعضهم بعد برشا زوز مثلثات مش مطابقين. رازو مثلثات مطابقين نورمال ما تقصوا حتى بالورقة وكي تأخذ مقص وتقص المثلث هذا وتحطه فوق المثلث الأخر يسمى يطلع مطابق عليه. يعني هنا ثم خطأ. يعني هنا اللي عمل ما ردش بينهم الزوايا خاصة في الزوايا. لاحظوا الزوايا مو مش كيف هذا بي أولي سي أولي خمسة الأخر ما صورش كان خمسة مش بالضبط. هكا خمسة الأخر أنا مش خمسة. يعني الزوايا ما همش كيف كيف والاضلاع ما همش كيف كيف. يعني هناك يصور ما صورش مثلثات متطابقين. باهي نشوفوا الرسم هذا نتاكدوا منه. باهي فوالا هذا الرسم الاولاني. صحيح هذا هو الغلط. انا الرسم هذا يدل باش يلزمنا الرسم هذا حسب رايكم صحيح ولا غلط؟ تقريب تقريب. شنو باش نعمل باش نحصل على مثلثات صحاح ولا باش نعملوا؟ طيب روتي باش ندوروا مثلث شويه. انا باش ندوروا مثلث شويه فهمتم؟ تراك ندوروا مثلث شويه يطلعوا متطابقين ولا يدور لي. هذا صحيح لاحظت هنا شويه ولا شنو عملت انا مثلثات؟ جيس دورها شويه برا. على دوك مثلثات هنا جيس ناقص انه باش يدور مثلث كهو ناقص كان انه يدور مثلث شويه كهو. دوك هذا صحيح الاجابه نتاعها صحيحه مش غلطه سي بيان. دوك هانا كنعاودو مثلث باش يطلع زوج مثلثات مطا. لاحظنا التطابق ولا هانو التطابق هون فوالا تري بيان. بس معناه نعملوهم في نفس الاتجاه المثلثات؟ لا مش بضروري نفس الاتجاه. مش حكايه نفس الاتجاه ولا ينجح حتى يكونوا مو نفس الاتجاه. ما هوش نفس الاتجاه ما يكونوا متطابقين. دونك ليسونسيال هنا شنو عملنا؟ باش نرجع لك بعد نجاوبك على الاتجاه. باش نلاحظوا على المثلثات الزوز هنا متطابقان. دونك خذينا المثلث وكان منا شنو عملنا؟ خذيناه دورناه شويه وحطيناه هكا. دونك مثلث ثاني متطابق متطابقة. 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 يتقايس مثل يتقايس مثلثان إذا تقايس ضلع والزاويتان مجاورتان له في إحداهما ضلعا والزاويتان المجاورتين له في الثاني. ولا نعود أقرأ زينب. يتقايس أي
زين مقدمة لي. الحالة الأولى: يتقايس مثلثين إذا قايس ضلع والزاويتين المجاورتين له في أحدهما ضلعا والزاويتين المتجاورتين له في الثاني. Voilà. Donc يتقايس مثلثان إذا قايس ضلعا والزاويتان مجاورتين له. Donc j'insiste bien, ضلع واشتواخر والزاويتان المتجاورتين له. المتجاورتان له. ما معنى الزاويتان المتجاورتان له؟ مثال البي سي، شنو هما الزوايا المجاورين للبي سي؟ ABC و BC A. Voilà, donc il y a ABC, donc il n'y a qu'à dire ça, dire ABC. الزاوية الثانية مجاورة الثانية اللي هو عندك الزاوية ABC. هذه زاوية ABC و B و AC. ACB و ACB. هل الزاوية A مجاورة للضلع BC؟ الزاوية A هي مجاورة للضلع BC؟ لا، ما هيش مجاورة، هي مقابلة الضلع بي سي. نعاود نفسر الحكاية، نعاود نفسر الحكاية. الزاوية الثانية مجاورة له، يعني كي يبدأ عندك مثلث بالطريقة هذه، فوالا. ناخذ نلونها من الزاوية، عندنا زاوية بالأحمر، زاوية بالأزرق. الأحمر والأزرق، شنو الضلع الضلع محصور بينهما؟ أبي أبي هو الضلع أبي. دونك الزاويتين، زاويتين مجاورتين لـ AB شكون؟ شنو هما الزاويتين المجاورتين لـ AB؟ CBA و BAC. فوالا، باهي، لو كان نبدل تو كيف ماك، هذه الزاوية هذي. زاويتين BC. BC والزاويتين المجاورتين له هما؟ ABCD و ACB. يعطيكم الصحة. دونك هنا واضح معناتها إذا يتقايس مثلثان، إذا تقايس ضلع والزاويتان المجاورتان له في أحدهما، معناتها في المثلث الأول، ضلع عنه والزاويتان المجاورتان له في الثاني. دونك هذه اسمها الحالة، الحالة الأولى للتقايس المثلثان. علاش الحالة الأولى؟ على خاطر فيها الضلع فقط. ريت تقدس عندك الضلع هناك ضلع، هذيك اسم الحالة الأولى. تو نمر إلى الحالة الثانية، باش نمر إلى الحالة الثانية. في الحالة الثانية باش نختار زوز أضلاع وزاوية محصورة بينهما، زوز أضلاع ضلعان وزاوية محصورة بينهما. سمعت ضلعان وزاوية محصورة بينهما؟ يعني ناخذ مثال، ناخذ هذا طوله طول 4، وناخذ الزاوية، الزاوية باش ناخذها، على فكرة نجم نقيس الزاوية بالطريقة هذي راهو، شفتوا الزاوية باش نجم نقيسها هكا؟ واضحة الزاوية اللي قلتها ولا؟ نجم نقيسها بالطريقة هذي، بروجرام ينجم يعطيني، وأنا نجم نخدم بهذي كيف كيف راهو؟ كيف كيف أنا هنا يعطيك زاوية، قداش الزاوية هذيك؟ 30. 30 فوالا، باش تاخذ زاوية 30، والضلع هذا باش ناخذه طوله، طوله 6، الضلع هذاك طوله 6. بون هنا مش 6، يلزمني نمشيها 6، نمشيها بالضبط 6 باش ما نضيعش حتى شيء. دونك هذيك فوالا، دونك هذه 6. ناخذ المعطيات اللي عندي، شنو عندي هنا؟ هذا A B C، قداش طوله A B؟ فينا طوله 4، 4 و A C 6، 6 والزاوية قداش خذيت؟ 30. خذيتها 30، يعني شنو خذيت؟ ضلعان و زاوية. أنا الزاوية، أنا الزاوية المحصورة بينهما، ضلعان وزاوية محصورة بينهما. والآخر باش نمشي نسطروا عادي، ما غير حتى ما يمشيش في القيس نتاعو. والآخر باش نسطروا هنا فوالا، نسطر الضلع هذا. باش نمشي نعمل نفس الرسم، كي نعمل نفس الرسم هاي أولي بأولي، قداش طول نتاعو باش نعملو أولي بأولي؟ 4 سنتيمتر. باش نعملو طولو 4، فوالا عملنا أولي بأولي طولو 4، الأولاني. من بعد أسي قداش طولو؟ 6. أسي طولو 6، باش ناخذ الزاوية، شنو هي الزاوية؟ قداش ناخذ الزاوية هنا؟ 30. 30 الزاوية 30، باش ناخذ طولو 6. فوالا هذه 6. دونك أولي
بأولي بأولي لا خذيت أولي وخذيت هذه طولها 6 وهذه طولها 4 والزاوية هي 30 فوالا نصدم نشوف المثلثات اسكو يطبق ولا ما يطبقوش انا فوالا نصدم مثلثات الزوز ونشوف ثم تطابق ولا ما ثماش تطابق نجربه كذا المثلث الاول الرسم الاول فوالا جروب بي باش يولينا رسم واحد فقط كيف كيف هنا باش يولينا رسم واحد فقط هاي ونحول المثلث اذا معنا تطابق هنا طب فوالا دونك شنو نلاحظ هنا تطابق المثلثين تطابق المثلثين تطابق المثلثين علاش ما تطابق المثلثين لأن لدينا ضلعان والزاوية المحصورة بينهما اللي هما نفس القيس في المثلثين. باهي دونك شنو خدمنا؟ خدمنا ضلعان و والزاوية المحصورة بينهم. ضلعان والزاوية المحصورة بينهما. ضلعان والزاوية المحصورة بينهما. دونك قداش من ضلع أنا استعملت؟ اثنين. استعملت زوج أضلاع. دونك هذه اسمها الحالة الثانية، هذه اسمها الحالة الثانية. الحالة الثانية. فوالا. الحالة الثانية يتقايس المثلثان إذا قايس ضلعان قداش من ضلعان؟ اثنين ضلعان والزاوية أنا هي الزاوية المحصورة المحصورة بينهما بينهما مثال اسمعت الضلعان والزاوية المحصورة بينهما مثال أنا عندك الزاوية جي متساوي مع الزاوية بي وعندك في نفس الوقت الضلع إن بي يساوي إف جي معناتها عندهم نفس الطول كان قسمهم الزوز وإن بي يساوي جي. إذا كان توفرت عندك ثلاثة عناصر هذه يعني شنو العناصر اللي عندي ضلعان و زاوية ضلعان و زاوية وقت النجم نقولوا راهم مثلثان متطابقان متقايسان متقايسان ومتطابقان دونك هنا مثلثان يتطابقوا أو يتقايسوا دونك احنا قداش عندي من حاجة من الأول باش يكونوا زوج مثلثات متقايسين معانا ست حاجات ثلاثة زوايا وثلاثة أضلاع يكفي يكفي نبين ثلاثة حاجات برك شنو ثلاثة حاجات برك ضلعان و ضلعان وزاوية أنا هي الزاوية محصورة بينهم محصورة بينهم إذا كان عمد ضلعان وزاوية محصورة بينهم أوتوماتيك مو مثلثات مش مو مثلثات متقايسان دونك مازال تو الحالة الثالثة اللي هي الحالة الثالثة شنو باش يخدم الحالة الثالثة باش يخدم ثلاثة أضلاع باش يخدم ثلاثة أضلاع نقصوا الحالة الثالثة نعمل ثلاثة أضلاع حالة ثالثة باش ناخذ ثلاثة أضلاع. باهي كيفاش باش ناخذ ثلاثة أضلاع؟ دونك ناخذوا مثالا هذا باش ناخذوها أربعة. والآخر باش ناخذوه حتى هو أربعة. دونك عندي أربعة أربعة. معناتها مانيش باش نجبد على الزوايا جملة. دونك الضلع الأول طوله أربعة والضلع الثاني طوله أربعة. طوله أربعة. زوز أضلاع كل واحد طوله أربعة. أربعة. باهي. لو كان نكتب عليه هذا أربعة هذا أربعة 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 من مش ناخذ توا بالكومبا ضلع طوله خمسة ضلع طوله خمسة بالكومبا مش ناخذ ضلع طوله خمسة دونك بالبركار نمشي لمصر ونقيس هنا خمسة نقصناها خمسة فوالا نمشي نحط الإبرة على البوا هذه دونك مش نعمل ضلع طوله خمسة بعد الخمسة دونك الزرع داخل هنا طوله خمسة والزرع الاخر باش تاخذ طوله واحد هو طوله خمسة خمسة اهي خلينا خمسة مع الخمسة تو باش ناخذ الزرع اللي بعده طوله ستة الزرع اللي بعده طوله ستة هاي باش ناخذ من النقطة دي الزرع طوله ستة بلا هكا طوله ستة ونمشي نصور مثلثات الزوز
دونك صار مثلث زوز، هذا طوله 5 وهذا طوله 5، الكومباع عملناه هنا وطلع بعده طوله 6 والاخر طوله 6، دونك هذا 6 والاخر 6. هاي نشوف ايش عندي ناس ليه نتبعهم الاضلاع، هذا طوله 4 هذا طوله 5 وهذا 6، 5 6. دونك اسكو دخلناش حكايه الزوايا هنا؟ مش بدناش حتى شيء على لا ما دخلناش، ما استعملناش الزوايا فوالا. دونك خذيت اي ابعاد هكا وانا دونك شنو لحظه المثلثات الزوز كيفاش يكونوا؟ متقايسين متطابقين مثلثان متطابق بالقلب. دونك هذه هي الحاله الثالثه اللي تطابق المثلثات. ترى شكون يقرا الحاله الثالثه؟ طيب الحاله الثالثه وي تفضلي. الحالة الثالثة يتقايس مثلثان إذا قايست الأضلاع الثلاثة في إحداهما الأضلاع الثلاثة في الثاني مثنى مثنى. مثنى مثنى، شكون يعاود يقرأ لي؟ الحالة الثالثة كمل إيه؟ الحالة الثالثة يتقايس مثلثان إذا قايست الأضلاع الثلاثة في أحدهما الأضلاع الثلاثة في الثاني مثنى مثنى. نقرأ. دونك الحالات الثلاثة اللي تقايس المثلثات، الحالة الأولى يتقايس المثلثان إذا قايس ضلعا والزاويتين المجاورتين له في أحدهما ضلعا والزاويتين المجاورتين له في الثاني. دونك الحالة الأولى فيها ضلع فقط والزاويتين المجاورتين له، يعني عندي ضلع وزوج زوايا مجاورين ليه. دونك نعاودو نكتبوها، هذه ضلع زوج زوايا يعني زاوية ثم ضلع ثم زاوية، نكتبوها الزاوية هكا بالطريقة اللي باش تحاول تشد في مخي، زاوية ثم ضلع ثم زاوية، عبارة عن يعني زاويتان والضلع المحصورة بينهما. الحالة الثانية تقايس مثلثان إذا قايس الضلعان والزاوية المحصورة بينهما، يعني عندي هنا مبين مرة الأولى الضلع ثم الزاوية ثم ضلع، يعني كان نختصرها ضلعان والزاوية المحصورة بينهما، ضلعان والزاوية المحصورة بينهما. الحالة الثالثة يتقايس مثلثان إذا قايس الأضلاع الثلاثة في أحدهما، دونك أنا بثمان زوايا فأضلع، دونك هنا الضلع الأول ثم الضلع الثاني ثم الضلع ضلع الثالث. دونك في الحالة الأولى عدد الأضلاع هو ضلع واحد فقط، لكن ضلع معها مع زوج زوايا. في الحالة الثانية عدد الأضلاع هما زوز، زوز أضلاع والزاوية المحصورة بينهما. في الحالة الثالثة باش نخدم على ثلاثة أضلاع. فوالا صورة مثلث متناظر بحر هو مثلث متطابق له متقايس له به. اسكو كان نسمو مثلث نحاولوه يلزم يجي متطابق فوقه بالضبط. هذه الحاجة باش نعملوها تو. نقلبوه. شكون اللي قال نقلبوه هذا سيدي؟ هو برافو اللي قال نقلبوه، برافو يعطيه الصحة. اللي قال نقلبوه المثلث يعطيه الصحة، كنشوف حكاية قلبان المثلث كيفاش باش تكون. شوفوا كيفاش نقلبوه المثلث بصورته متناظر بحر، هما مثلثان متطابقان، لكن نشوف كيفاش شنو يلزم نعمل بالضبط. هاي نتبعوا الطريق نتاع الرسم. دونك هنا المثلثات الزوز باش ناخذ مثلث منهم ونشوف. حكاية التناظر بحر، دونك أنا عندي زوز مثلثات، هذا سي النقطة الأخرى فوالا، ربطت الرؤوس الثلاثة المثلثات، ترى شوف كيف حركة المثلث هنا شنو يصير؟ يطابق مع خوه ولا ما يطابقش؟ إيه لا باهي، شو لازم نعمل هنا؟ نقلبه باش نقلب المثلث، هاي تقلب المثلث، هاي تقلب المثلث، هاي باسكولي أوريزونتال، هاي نقلب المثلث، شنو هو صار؟ ولو متطابقين، ولو متطابقين ولو متطابقين. دونك تطابق المثلثات مش بالضروره تهز مثلث وتحرك من بوقت، لا مش بالضروره تهز مثلث تحرك من بوقت هكا يطلع متطابقين، لا
تنزم المثلث تهزه وتحوله من بوقته وبعدين شنو تعمله؟ تقلب. تقلب المثلث، معناته تطردوا بالك من الحكايه هذه، حكايه تقلب المثلث. بس معناته تقلب المثلث يعني عباره عندك مثلث، اه مثلث. شفتوا المثلث هذا؟ اي. انت تحوله من بوقته تقلبه على 180 درجه. تقلب مثلث كامل، ما تسمعش تقلب مثلث كامل كما عملت تو. تاخذ كيف هناك اب وتقلب المثلث. معناتها الارقام بتاعه تولي تقراها بالمقلوب. كيما يبدا عندك مثلث تو على طرف تنجم تهز مثلث وتقلبه. دونك شنو يصير هنا؟ مثلث والصورة نتاعه بالتناظر المحوري هما مثلثان متطابقان. متطابقان، مثلث لو كان حاولوا من بقعته شو لازم نعمله؟ نقلبه. فانا يلزم مثلث لو مثلث لو واحد منهم يلزم تقلبه.